إذا حروح لأولى محطاتنا اليوم هايدي ورح نحكي فيها عن الوقت والتعلم طبعاً عند الصغر. مقولة المشهورة جداً واللي بيعرفها الكل بأنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. هذا دليل أنه وخصوصاً عند الطفولة الوقت بيكون له أهمية كتير كبيرة. كل شيء بيتعلمه الطفل بصغر بيعطيه قوة ودفع للأمام، وهو اللي بيكون اللبنة الأساسية لتأسيس حياته، سواء تعلم مهارات معينة أو تقوية مهاراته. كلياته بيعتمد على تنظيم وقته وعلى الأسلوب اللي رح يمشي فيه بحياته. أكيد سلمى، ويمكن مهارة الوقت هي مو بس مهمة فقط عند الأطفال. صحيح. لأنه منشوف كتير من الأشخاص الكبار عطول فوضويين، مشغولين، ما عندهم وقت فاضي. هذا الشيء عم ينعكس على مهامهم اليومية فعلا بسبب سوء إدارة الوقت. لهيك خلونا نوعي ونعلم أطفالنا من الصغر على أهمية تنظيم الوقت واستغلاله بأشياء مفيدة بتناسب مهامه اليومية أو الأسبوعية، لأنه فعلا رح تخلق منه بالمستقبل شخصية ناجحة بالحياة الشخصية والمهنية، قادر أنه يتحكم بالوقت قبل ما يتحكم فيه، وأكيد قادر أنه يتحمل المسؤولية بأي موقف بيتعرض له. نحكي أكثر مشاهدينا تفاصيل عن هذا الموضوع. بيسعدنا أنه يكونوا معنا ضيوفنا لليوم داخل الأستوديو، الاختصاصية التربوية رينا أيوب. يسعد صباحك. يسعد صباحك. وأكيد الأستاذة اللغة العربية ومدربة النطق تغريد الخطيب. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. رح بلش مع حضرتك أستاذة رينا. اليوم إحساس الطفل أنه هو له الوقت عنده له قيمة، يمكن إحساس كتير صعب أنه الأم تبدأ تدرب عليه الطفل، لأنه هو بيكون معتبر أنه حياته أغلبها لازم تكون لعب وتسلية وهو مركز اهتمام الجميع. كيف بنبلش نحسس الطفل بأهمية الوقت؟ يسعد صباحك. أهم كلمة حكيتيها أنه الأم عم تستصعب عملية تدرب الطفل على الوقت، لأن إحنا ما فينا ندربه، نحن بدنا نكون المثل الأعلى لإله. صحيح. الطفل مقلد بارع، نحن بدنا نكون عنا الإدراك الوعي أنه أنا بس بدي أجيب هذا الطفل بدها تختلف أنماط كتير بحياتي، بدي تكون منضبطة ومنظمة مرتبة. إذا أنا بدي طفلي يعيش بهذا المسار ويكون مع الأيام شخصية عارفان شو إله شو عليه. وأهم شيء أنه أسباب الفشل اللي عم بتكون بالحياة بس عم بيكونوا مراهقين وما بعد هو عدم الالتزام. عدم الالتزام عم يجي من عدم إدراك ضبط الوقت. صار في دورات للبالغين بإدارة الوقت لأنه كانوا عم يفتقروا هذا الشيء من هني أطفال. واللعب له وقته مثل ما الدراسة إلى وقتها. نحن بنفتقر هاي الثقافة انه لا انا بايام الدراسة لازم الطفل دائما يكون مبرمج على آلية معينة فقط. على وقت معين. اذا امه بتشوفه هو عم يرتاح او الام او المس او العائلة المسؤولة او المحيط المسؤول عنه فورا انه لا روح على كتبك. لا، اللعب هو اللي بيزيد ايقونات الطفل وبيسهل عملية استدراك الوقت والتزام الوقت بوقت طويل. انه انا حدد له جدولة الانشطة، حدد له مواعيد تقسيم الوقت. دائما انا بدي يشير على الساعة بنظام مونتسوري. كوننا مدربين مونتسوري كانت عندها الساعة نظامية، هاي الساعات الدائرية اللي بتنحط بكل قاعة صفية. الفكرة منها كانت حتى نحن دائما نشير بإصبعنا للطفل لأنه يعتبر تنبيه باللاوعي. أنا مجرد بحكيت لهم أنه بهذا الوقت نحن معنا من هذا الوقت لهذا الوقت لازم ننجز هاي المهمة. فالطفل بصير دائما عم بيراقب الوقت، فهو من هون بتصير عنده عملية تدريبه على الوقت. تمام. أستاذة تغريد، خلينا نروح عندك ونحكي عن أهمية اللغة العربية. اليوم بتلاقي كتير من الطلاب بيلجأوا ليتعلموا لغة أجنبية جانب اللغة الأم. هذا الشيء ممكن يخليهم يأثر على لغتهم، على نطقهم، على كتير من الأمور بمشاكلهم الدراسية. خلينا نوضح بداية قدي مهم اليوم يوم نوعي أطفالنا على أهمية اللغة العربية. سعد صباحك. هلأ أول شيء بدنا نحكي عن اللغة العربية بشكل عام. شو هي اللغة العربية؟ هي واحدة من اللغات القديمة في العالم، التي أطلق عليها قديما اللغات السامية نسبة إلى سام بن نوح عليه السلام. وهي اللغة الوحيدة اللي حافظت على تواترها عبر الأجيال، حافظت على خلودها. واللي مكنها أن تحقق هالخلود هو نزول القرآن الكريم فيها باللغة العربية. ما في أي لغة قادرة أنه تعبر أو تشرح بلاغة وإعجاز القرآن الكريم إلا اللغة العربية. وأهميتها بتنبع من وظائفها اللي هي
بتأديها وبتقوم فيها مثل التواصل، التعبير، الاستمتاع فينا عن طريق قراءة الروايات، القصص، عندنا كثير أهمية، غير إنه أهمية علمية، أهمية للإمتاع، للتسلية. في عندنا كمان من الأهميات، في عندنا أهمية دينية، أهمية بيانية، أهمية اللغة العربية البيانية كونه هي بتحتوي على خصائص فنية وموسيقية. فكمان هلا في الى السمات اللي بتمتاز فيها اللغه العربيه او بتختص فيها، هلا هي قدرتها على التعبير عن عن المعاني، يعني هي بتجيب المعنى بادق واحلى وابهى صوره. يعني مثل عندنا هلا الدنيا على عيد، ان شاء الله تنعاد علينا وعليكم وعلى الجميع. مثل لفظ كلمه عيد، هو من وين اجى؟ من الاعاده. الاعاده يعني هي عم تنعاد علينا عام بعد عام بلغات ثانيه، هو مو هيك لفظه، مو هيك التعبير عنه، تمام؟ فنحن في تفاؤل اللفظ قد ايه هو الاعاده، القدوم مره اخرى، ينعاد عليكم كلمه عيد. هي لغه شاعره، يعني الشعر، كلمه الشعر منين جايه؟ من التعبير عن المشاعر. يعني هو الشعر لفظ كلفظ تعبير عن المشاعر، عم شو بيعتلج بالنفس، تمام؟ وهي غير هيك، هي لغه قادره على التمييز. يعني هلا عندنا نحن بنفرق بين المذكر والمؤنث باللغه العربيه، في حين في لغات اخرى مثل الانجليزيه اللفظ يكون نفسه بالمذكر وبالمؤنث. عندنا لا، استخدام اضافه التاء المربوطه او دونها بنميز بين المذكر والمؤنث. قادره اللغه العربيه على الاتيان بالفاظ للافراد وللتثنيه وللجمع، في حين غير لغات الجمع ما فوق الواحد. يعني احنا لا، عندنا المثنى، عندنا الجمع كله على حده. طيب خلينا نحكي اكثر اليوم اهميه استاذ سيرينا، انه نحن يعني مثل ما قالت اليوم اللغه هي جزء مهم من حياه الطفل بالعموم، وخصوصا لغته الام. يمكن بهذا الوقت صرنا نشوف كثير اهالي بيلجأوا انه خلينا نعلم اطفالنا لغات اخرى منذ الصغر، فبالتالي بيطلع عنده مشكله باللغه العربيه، علما انه هي المشكله تخلق فيما بعد صعوبات تعلم، لانه كثير ما عنده قدره على التواصل بشكل صحيح بمراحل معينه الدراسة، يمكن ما عاد يقدر ملم باللغة الأم. أساس هي المشكلة، كيف لازم يتم التعامل معها؟ باللحظة اللي بنعلم فيها الطفل، نحن بدها تكون لغتنا المتحدثين فيها المنطوقة. للأسف عم بتكون لغة تلقين بتعلم اللغة الثانية، هي عبارة عن كتابة وحفظ ومذاكرة وامتحان، ما عم بيكون في محادثة. الفكرة إذا كان في الأب والأم بيحكوا كل حدا لغة، والطفل منذ الولادة، منذ النشأة الأولى كان عم يسمع اللغتين، هذا كتير حلو. الأب لغته والأم لغته واللغة العامية اللي هي اللغة العربية، فهون بكون الطفل منذ النشأة الأولى عم يستقبل ثلاث لغات، وتنفتح الأيقونات بشكل جميل ومنضبط، والأيقونة عم تعطي تخزين للمفردات للأيام تمام للأيام المقبلة. لكن إذا بننتبه ليه؟ لأنه هي لغة متحدثة. نرجع منقول أنه أهمية اللغة، أنا لعلمها للطفل بدي حدثها، بدي ضلني ألفظ معانيها وألفظ كلماتها، ما أستبدل الحروف وأبلع عنواها. لك بتحكي عنهم الأستاذة تغريد، في أشياء بالنطق نحن بنستهجن أو بنطير عقلنا بالولد، بيحكي بالمقلوب بنحكي مثله، بضيع الكلمات بنضيعهم، بيبلع حروفه بنبلعهم مثله، فهو بيكون عم بينمي بمفرداته بمعجمه يلي بالدماغ مفردات غلط، مع الايام صعبه عليه انها تتصلح بسهوله، عشان هيك بنعاني بصعوبات تعلم. الفكره الثانيه، اذا الام والاب بيحكوا اللغه العربيه، اللغه العربيه العاميه او اللغه العربيه العاديه اللي نحن بنحكيها بشكل عام، وبدهم يعلموا طفلهم لغه ثانيه، يفضل بعمر بين الثلاثة والأربعة. إذا مننتبه كل الأمهات بعمر ثلاث سنين منعلم أطفالنا لغة، منصير منردد لهم الألوان والحيوانات وأعداد معينة، مفردات معينة. لكن إذا ما ضلنا نحاورهم ونحدثهم فيها بسن الأربع سنين بتكون منسية. ليه؟ لأنه هي مو لغة حوار، مو لغة حديث. بعمر الأربع سنين بتنفتح الأيقونة الصح للطفل ليتعلم اللغة الثانية إذا كانت مادة متحدثة بالمجتمع، وبصير عاد في مهارات ومثابرة من الروضة كحضانة أولى للطفل. والحضانة الأساس هي الأسرة، إنه كل شيء أخذ الطفل يكون في حوار بينه وبينه، مو بس عطيني شو أخذت، اكتب لي الأشياء، افرح فيه لأنه أخذ علامات. احيانا الطفل بيجيب اول بنكبر وبنجيب 100% بالجامعه بالانجليزي، لكن ما بنعرف نلفظ مفردتين او جملتين، نخرج على مجتمع بيحكي لغه بنحس حالنا انه نحن ضايعين تايهين بهاي المفردات اللي عم تنحكى. النشأة الاولى مع كل طفل لازم نحن نحاوره ونحدثه. اذا الام ما عندها القدره او الاب انه يحاور ويحدث طفله باللغه الثانيه، لانه اهم شيء تكون لغه لفظه صحيح، اكيد في اليوتيوب صار يساعدنا كثير، في الاغاني باللغه المحببه صارت تساعدنا كثير. المهم يضلوا هذا الطفل يسمع
تسمع، الذاكره السمعيه كثير بتاثر على ايقونات الدماغ، مجرد ما الذاكره السمعيه عندنا عم بتوصل المعلومه والمفرده ترجمتها للدماغ بشكل صحيح، مع الايام انا بعرف انه ابني مدرك للحياه وعرفان يتواصل باكثر من لغه. تمام. تغريد، يعني قبل ما نروح لموضوع انه تقوى مشاكله، خلينا شوي نحكي عن اللغه العربيه. بنعرف انه ماده اللغه العربيه ممله نوعا ما، فيها اساليب عديده، الاعراب والقصائد والشعر، هدول الامور. اليوم اذا الاستاذ قادر هو فعلا يحبب الطالب بهي الماده، ويمكن قبل الهوى ذكرتي لانه حضرتك بتعطي طلاب خصوصي ولكافه المراحل الدراسيه للشهاده الثانويه اكيد يلي قدموا مادتهم ولسه التوازع، خبرينا كيف كانت الاسئله بشكل عام، كيف كان تحضير الطلاب وتجهيزات طلاب التاسع للامتحان؟ هلا اول شيء الاسئله اهم شغله، انه هي كانت كله من ضمن المنهاج، ما في شيء ولا سؤال خارج عن المنهاج، والاسئله نوعا ما كانت كثير سهله ومتوافقه اصلا مع الاعطاء، مع عقليه الطالب عنا، لانه نحن عنا عن جد بتحسي في اساس باللغه العربيه، لانه بنهتم من صغر، يعني من الروضات نحن عنا عم تقول لك مدام رينا بالمونتسوري، بنعززها بنعطيها قيمتها حقها، من مخارج الحروف مثل ما قلتي صاروا بكالوريا، فهن عندهم ادراك لقيمتها ولاهميتها، لانه نحن رح نصل لمرحله رح نكون نحن يا نخفق بحياتنا باللغه العربيه، يا اما نكون عن جد يعني بمكاننا الصحيح والاساسي. بالنسبه للتاسع الله يوفقهم يا رب جميعا، الاسئله رح تكون كثير سهله، لانه ما يعني ولا سنه عم يجي من خارج المنهاج، يعني يطمنوا كثير، وشفنا دورات سابقه، يعني عم يساعد هلا عم نحل دورات كثير، الاساتذه طبعا والمدارس كلها عم نحل دورات، ما عم نلاقي شيء انه خارج منهجنا، ما مرق ما كذا، هي كلها بس التوتر شوي، فلا. وهلا بالنسبه انه هي لغه ممله، لما قلتي انه هي فيها اعراب وشعر، الاعراب والشعر وباقي القصص اللي الطالب بحسها انه هي ممله، ممكن لانه رح تكون جديده بكل مرحله، هي الا عنا ان هي من مميزات اللغه العربيه، يعني الشعر واوزانه، اوزان الشعر هي سمه خاصه باللغه العربيه، وهون دور يمكن الاستاذ حتى يحبب الطالب بهي المواضيع. ايوه تماما، يعني هي هون متعتها بالشعر، بالروايات، بكتابه الشعر، بالاوزان، يعني الطالب اول شيء وقت عم نعطيه شعر من صف من الابتدائي ثالث رابع عم بيشوف، هو بحس حاله عم يحفظ انشوده غنيه، هو نحن عم نمهد له لدخول الشعر بحياته، لما نكون بالابتدائي مهدنا له، هو شاف الطفل ما بيعرف شو شعر، شو يعني شعر، شاف انه عنده كلمات القوافي مثل بعضها، يا انه الحرف هذا نفس اخره، كله نفس، مهدنا له بالابتدائي، طلعنا شوي بالاعدادي، فتنا على الثانويه في بالبكالوريات قصائد كثير من الجاهلي، وكمان هذا اللي مميز لغتنا العربيه، انه هي لغه مفهومه وسهله، لانه نحن قادرين انه نحن نقرا كتب قديمه كثير، جاهلية عباسية أندلسي، نحن نفهمها لأنه هي لغة واضحة بالنهاية، لغتنا واضحة وسهلة ومفهومة. أكيد. طيب هون أستاذة رينا، يعني مثل ما حكيت اللغة لها كتير أهمية بحياة الأطفال، خليني أرجع للفكرة اللي كنا عم نحكي فيها اليوم، أهمية تعلم أو النصائح اللي ممكن أنت توجهيها اليوم للأهل وأيضا للمدرسين لإدارة الوقت عند الأطفال. تماما. بس لا اخذ كون حكيت عن موضوع الشعر، ضروري كثير نحن نعلم الطفل الشعر والنثر والهي الاشياء اللي خارج عن اللغه المحكيه العاميه، لحتى نفتح ايقونات اكثر، دائما بنعزز طموح الطفل وادراكه بانه نحن نكون فاتحين له هي الايقونات من قبل، من هو صغير نعلمه انه في اشياء لها علاقه بالشعر، في مفردات مرتبه بطريقه معينه، النثر له نص مرتب بطريقه معينه، هذا الشيء بيفتح عنده ايقونات وبسهل عملية اللغة العربية عند الطفل، وبيسر الامور باللغات الثانية يوم ما بدها تفوت بمنهج حياته، لانه اللغة العربية من اصعب اللغات، مجرد ما هو اتقن اللغة العربية باقي اللغات رح تكون كثير سهلة وممتعة له. الشغلة الثانية اللي حكينا عنه انه نحن كيف بدنا نضبط الوقت للطفل ونعلمه ضبط الوقت، اول شيء بدنا نجدول الانشطة بالمدرسة مثل ما بدنا نجدول الانشطة بالبيت، انا باللحظة اللي بدي يجي الطفل فيها لعندي بدي تكون الام ملتزمه ومنضبطه وعرفاني انه انا ما بدي ابني قوده للفشل بعدم المبالاه، انه عادي حرام خليه يرتاح حلق شوي عادي، لا ما عليه، لا انا لازم على المو يرتاح 24 ساعه يدرس ساعه ما عندي مشكله، لكن بهي الساعه انا اكون محددت له انه نحن عندنا 24 ساعه فراغ، عندنا ساعه 12 ساعه هدول دراسي انت اختارهم، انا بدي احبب ابني بالطفل بخليه هو اللي يختار،
خليه هو اللي يختار الوقت، انت حدد لي، نحن عندنا هذا الوقت الزمني، انا بستخدم الوقت، بستخدم الساعه بحطها مقابيله على الطفل، مقابيل الطاوله لحتى يشوف، بستخدم الرزنامه والتقويم لحتى عارفوا انه نحن بعد هذا اليوم نحن رح ننتقل ليوم جديد، رح يكون مأنجزين شيء معين من الاشياء يلي عم بتفوت دماغنا وادراكنا. فبهذا الشيء الطفل بصير بحب انه هو عم بشوف الدقائق، عم بشوف الساعات كيف عم تمرق، فبصير موضوع جدوله الانشطه والوقت بالانشطه اليوميه كثير سهل عليه. اكيد. يعني بالختام بدنا نتمنى اكيد يكون الاهالي عندهم وعي اكثر عن هذا الموضوع ويعرفوا كيف يستغلوا وقت اطفالهم باشياء عن جد تفيدهم بالمستقبل. بالختام بدي اتشكرك الاختصاصيه التربويه رينا ايوب واستاذه اللغه العربيه ومدربه النطق تغريد الخطيب. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم لوجودكم.